تعالوا مع بعض نروح بقى لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. تحياتي ليك كابتن ايمن، برحب بحضرتك مره ثانيه وضيوفك الكرام. مباراه ولا اروع زي ما اتكلمنا، ومعانا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، يعني الف مبروك الاداء والفوز، واعتقد يعني اداء تحسدوا عليه في ظل الضغط وضغط المباراه 18 للزمالك، وتكسب باداء اكثر من رائع، ماتش سموحه تتخطف في اخر دقيقه وانت مضيع اكثر من فرصه، ماتش انبي من 3 ايام، والنهارده قدام المصري ماتش رخم في مشوار الدوري، وتعمل الاداء ده بالتكتيك ده ولغايه اخر دقيقه في المباراه بتحاول توصل للجون، اعتقد اداء تشكر عليه النهارده. الحمد لله. طبعا يعني مش مكسب زي ما انت ذكرت مهم طبعا وكل حاجه، لكن يعني اعتقد ان واضح جدا ان الشوط الاول والشوط الثاني في اصرار وعزيمه وكل حاجه، لكن في قدره بدنيه يعني الحمد لله طبعا المكسب في ظل التلاحم اللي انا ملوش علاقه بالكوره خالص. اي حد يطلع ينتقد، اي حد يطلع يقول اللي هو عايزه، اللي بيحصل ده ملوش علاقه ابدا بالكوره، يعني اللي حط الضغطه بتاعت المباريات دي يعني يا رب يكون مبسوط وفرحان. يعني انا عايز اقول لك يعني اي مسابقه في الدنيا كلها، اي مسابقه في الدنيا لازم اول حاجه فيها تكافؤ الفرص في اللي داخل المسابقه. يعني لما بنلعب في افريقيا مثلا، يعني البطوله الافريقيه، هتلاقي كل اللي مشاركين عندهم نفس تكافؤ الفرص. بتلعب في كاس العالم للانديه مثلا، هتلاقي نفس تكافؤ الفرص. بتلعب في الدوري الالماني، هتلاقي ناس بنفس تكافؤ الفرص على كل الفرق. لكن اللي بيحصل في الفرقه مش 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 طبيعي الحقيقه خالص. يعني كنا نلعب كل 48 ساعه بالشكل ده مع فرق، يعني المصري لعب اخر مباراه بالنسبه له من 10-12 يوم، يعني فرقه جايه فريش جدا، جايه مستعده، هي هتلعب الاهلي وبتلعب الاهلي بشكل كويس، وبتلعب الاهلي وهو تعبان. فالحمد لله طبعا على المكسب، وخلاص يعني هنقفل الصفحه. يعني ماليش يعني مش هتكلم على اي امور تانية، غير ما عنديش غير كلامي، غير ان اقول للعيبه انتوا رجاله ارتاحوا بشكل كويس، بكره هنديكم راحه عشان بعد بكره نخش معسكر. يعني تخيل انت في الكوره كده، يعني في الكوره كده فرقه تاخد بكره راحه، وهي لعبه النهارده وبكره راحه وبعد بكره تخش معسكر. فالحمد لله طبعا على كل شيء، لكن على المستوى الفكري والشخصي والمهني والخبرات اللي شافها اي حد، واي حد يطلع يتكلم في التلفزيون يقول لي هل مر كلهم كباتنا وكلهم نجوم كبار وكل حاجه، هل واحد مر بضغطة المباريات؟ اصلا لازم نقفل يوم 30 سبتمبر، طب ما تقفل 7 اكتوبر، ايه يعني ايه الفرق؟ يعني ايه الفرق ان انت ترحل يوم هيديلك في الاخر 7 اكتوبر؟ ايه الفرق يعني؟ اصلا لازم اقفل 7 سبتمبر، يعني لازم اقفل الدوري 7 سبتمبر، اصل الاهلي لازم يعمل مؤجلاته. طيب انا هلعب مؤجلات يوم 18، يوم الاسبوع 18، يعني الناس هتلعب الاسبوع 18 وانا اللي متاخر هلعب الاسبوع 19. يعني اديني عقل، اديني عقل. يعني ناس انا الماتشات المتاجله او الماتشات المتاخره، او انا اللي متاخر في عدد المباريات العب اسبوع بدري. يعني الناس تلعب الاسبوع 18 وانا العب الاسبوع 19 عشان الهدف بس ان انا اسافر. يعني تعب بتعب يعني. خلاص مش عايز اتكلم كتير يعني الحقيقه، لان خلاص الواحد تعب يعني منها. ان شاء الله الرحمن بقى نقفل الصفحه ديت ونخش على مباراه الجونه، ونشوف ان شاء الله الرحمن الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. اعتقد يحسب للجهاز الفني واللاعبين ان في ظل كل الصعوبات دي لكن قادرين تديروا الفريق فنيا، التغييرات بتفرق، شكل الفريق بتفرق، حتى في ظل اصابات لا قادرين نتحكم في العناصر اللي عندنا ونعمل بقى ده كويس. كل خوفي في افريقيا، كل قلقك في افريقيا. انت مفيش كلام ومفيش نقاش علمي بحت، ممكن تأدي مخزون جامد جدا ماتشين 3 و4 في مباراه هتقع فيها، مفيش كلام، مفيش يعني مش عند، هي الكره مش عند. يعني لو جبنا ريال مدريد وبرشلونه وبايرن ميونخ ولعبوا كميه المباريات ديت، في مباراه هتيجي فيهم او هتيجي ليهم هيبقوا مش قادرين خالص. المباراه دي بقى لا قدر الله ممكن تبقى بتلعب المنافس بتاعك، ممكن تلاقي نفسك بتلعب في افريقيا. هو ده اللي انا قلقان منه، ان تيجي المباراه تبقى انت يعني محتاجها جدا 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 جدا، بس التعب حل خلاص. ما هو التعب ده له نتيجه، هيجي امتى بقى؟ هتيجي في مباراه ممكن تبقى زي النهارده، ممكن تبقى مباراه في افريقيا، ممكن تبقى مباراه في حته ثانيه، لكن ده علميا هتاخد المباراه دي، المباراه انت جايلها في ظل الضغط ده. كلمه اخيره كده عاوز تقول حاجه للاعبين النهارده بعد ادائهم الرجولي؟ طبعا الحمد لله على كل شيء ومبروك وخلاص، معلش يعني هي فتره هنعديها بشكل كبير، يعني بشكل ايجابي ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا باذن الله فيها. يعني بشكركم برضو على كل المجهود اللي انتوا عملتوه النهارده، في مكاسب كبير جدا. كوكا مثلا على سبيل المثال، سعد سمير قدم مباراه هايله، الكل اجتهد بشكل كبير جدا وتعب وكان عنده اصرار ان هو يكسب. محمد هاني الحمد لله بيرجع النهارده، الحمد لله على كل شيء يعني. لكن
خلينا دايما ننتظر ونقفل الصفحات الماضيه ونشوف اللي جاي باذن الله. يعني شكرا بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا فهم. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامح حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، ان شاء الله متواصلين وتغطيتنا الخاصه والحصريه لمباراه الاهلي والمصري. كمل حضرتك. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق.